السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليك. يا من علمتنا أحاديث جميلة نقتدي بك في كل ما تقوله. تذكر أن سيدي يا رسول الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. علمتنا أن خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. علمتنا أن نكون متحابين في جلال الله، وذكرت في الحديث القدسي المتحابون في جلالي على منابر من نور تغبطهم النبيون والنبيون والشهداء. صدقت يا سيدي يا رسول الله وصدق الله العظيم عندما نقرأ في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. حديثنا النهاردة الحقيقة يعني بيتناول شيء إيجابي جدا في حياتنا وملح في هذا الوقت فعلا، يعني كلنا في أسرنا وفي مجتمعنا وخاصة بعد الأحداث اللي احنا كلنا فرحنا بيها وسعدنا بيها، لكن حصلت يعني بعض المواقف اللي محتاجة مننا في الصحبة الجميلة دي ان احنا نتدارسها وان احنا فعلا نتكلم فيها ونشوف المشاكل اللي في أسرنا، نشوف في مجتمعنا المشاكل الأسرية والأولاد والزوجة والمرأة العاملة والمرأة ست ربة البيت وأولادنا الأجيال الجديدة اللي يمكن لها متطلبات غير خالص ما عشنا في بيوتنا، الأسرة المصرية المجتمع المصري. فالحقيقة يعني في مشاكل كتيرة طبعا لا ننكرها، لكن كل حاجة لها حل، وكل حاجة طالما تدبرنا في القرآن وتدبرنا في أحاديث سيدنا النبي وأخذنا الأمثلة القدوة لنا في حياتنا، يعني إن شاء الله لها الحل ولها إن شاء الله طالما المنهج السليم اللي هنقتدي واللي هنكلمكم من خلال الصحبة إن شاء الله هتلاقوا فيه يعني حلول جميلة وفيها يعني طرق عديدة الحمد لله، لأن احنا إن شاء الله نقف عليها ونتدارسها ونعمل على إن احنا إن شاء الله نحل بها أي مشكلة لينا. لأن الحقيقة يعني أما ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. مسؤولية كبيرة جدا فعلا على كل الأسرة، وربنا سبحانه وتعالى لما بيقول: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، يعني ربنا جل جلاله متعة إن الإنسان ربنا يهبه الذرية ويهبه الأولاد ويرزقه فعلا بذرية صالحة إن شاء الله. يعني بنحاول قدر المستطاع في صحبتنا الجميلة الطيبة بيكو وبأراءكو الجميلة وأيضا بمنسى إن شاء الله سيشرفنا في هذه الصحبة إن احنا إن شاء الله يعني هنلاقي هداية ويرشدونا للطريق الجميل، ونبقى كلنا كده متكاتفين ومتحبين إن شاء الله، ونجد لكل مشاكلنا الأسرية وفي مجتمعنا هنلاقي في حلول جميلة قوي. الحقيقة يمكن ربنا سبحانه وتعالى يعني لما بنشوف من آياته إن ربنا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، المفروض يبقى فيه المودة والرحمة مش بس بين الأزواج لكن بيننا كلنا احنا، يعني نذكر لبعض الحقيقة السيرة الطيبة ونقتاد بقدوات طيبة، وان شاء الله في الحلقات القادمة برضو هنقدم نماذج بنشرف بيها ان احنا شفناها وعشنا معاها، وقدوات كلها الحقيقة صالحة إناث ورجال، منهم اللي انتقل ومنهم اللي عايش معانا في وسطينا هنا. فان شاء الله السير الطيبة دي ان شاء الله برضو في الصحبة هنتناولها ونشوف الناس اللي فعلا نقول لأولادنا ونقول لأحفادنا آدي أهو نماذج حلوة اتربت التربية الصحيحة السليمة اللي بيها
خرجوا وكانوا رجال نعتز بيهم ونساء أيضا نعتز بيهم. يعني الحقيقة الموضوع النهاردة يمكن بيمس أسرنا وبيمس مجتمعنا، وعشان كده هنستضيف عالمنا الراجل الجليل الحقيقة شيخنا الفضيلة الدكتور محمد داود. الحقيقة هذا الدكتور أنا يعني الحقيقة يعني صاحب فضل، لأن الحقيقة دايما أشاوره دايما أستنير بآرائه، وهو محب للقرآن والأهل القرآن، وهو أستاذ طبعا في جامعة قناة السويس، وإن شاء الله هيدلنا برضو لأنه يعني موسوعي الحقيقة يعني ملم بكل النواحي الاجتماعية والإنسانية، إلى جانب طبعا دراسته وعلمه إن شاء الله في الفقه وفي العلوم الشرعية. طبعا النهاردة يمكن نتلقى بعض مكالماتكم برضو عشان خاطر إذا كان في أي مشكلة من مشاكل إن شاء الله، وزي ما قلت لكم إن احنا هنتدارس في الحلقات القادمة بعض الشخصيات اللي بنشرف بيها، وحنعرف ونتكلم مع بعض، وإن شاء الله أنا متفائلة، وأنا دايما الحقيقة عندي حسن الظن بأن إن شاء الله الأيام القادمة بتحمل لنا الخير والبركة وتحمل لنا كل عمل طيب إن شاء الله. الحقيقة يعني ندعي أول، يعني سيدنا النبي كان دايما عن ابن عباس كان بيقول، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا رب يرزقنا إن شاء الله الهداية ويرزقنا الخير والبركة إن شاء الله، وندعو إن شاء الله إن ربنا يصلح أحوال أسرنا ومجتمعنا وأولادنا وينبتهم نباتا حسنا إن شاء الله، ويبقوا كده إن شاء الله ذرية صالحة، ويرزقهم برنا أيضا ورضا أبائهم إن شاء الله. نلتقي معاكم مع عالمنا الجليل فضيلة الدكتور محمد داود. أهلا بك، تفضل. الحقيقة يعني طبعا بيشرفنا زي ما قلت في بداية حديثنا أستاذنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد داود، أستاذ اللغة، أستاذ الدراسات اللغوية، صح يا أستاذنا؟ تمام، في جامعة قناة السويس، والحقيقة المحب زي ما قلت للقرآن والأهل القرآن، ربنا ينفع به إن شاء الله. الحقيقة أستاذنا أنا بتذكر مقولة سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي كان بيقول فيها: الصلاح من الله والأدب من الآباء. نعم. والحقيقة يعني فعلا إن من وراء كل رجل عظيم أب وأم صالحين. نعم. اللي بيدفعوه إن شاء الله ليبقى قدوة كده في نعم. مجتمعنا. نعم. فحضرتك إن شاء الله تحدثنا أولا عن الواقع اللي احنا عايشين فيه، والأسرة المصرية شكلها إيه ومشاكلها وحلها السهل جدا اللي طبعا باتباع منهج ربنا وسنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالأسرة في الإسلام لها ربانية أولا، وهذه الربانية لها أسوة وقدوة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ببساطة، وسوف سريعا ننتقل إلى واقع الأسرة المصرية ببساطة شديدة، لو أي أسرة عايزة تضبط أفعالها وسلوكياتها وتكون أسرة ربانية، تنظر إلى بيت سيدنا رسول الله وتضبط نفسها على الساعة المنضبطة. اللي عايز يضبط ساعته أيوة. يلاقي ساعة مظبوطة، ومش هيلاقي ساعة مظبوطة زي ساعة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سنعود لكن ننتقل سريعا إلى أحوالنا الأسرة المصرية. الأسرة المصرية العهد قريب كان فيها التأسي بسيدنا رسول الله، وكان الأسرة هي عمود الخيمة. تمام. لو المدرسة سقطت يبقى الأمان في الأسرة، لو المسجد اتقفل وما أداش دوره يبقى الأسرة تعود ذلك. أيوة. وكنا نلاقي العظماء سيدنا الإمام الحصري
جزاك الله سيدنا الشيخ محمد الغزالي. تمام. على الجانب العلمي احمد زويل. تمام. اقطابنا كبارنا علمائنا دول انظروا الى الاسر التي خرجوا منها. تمام. فتجدي اسر فيها الام المباركه التي تحنو على اولادها. ولذلك يجي احمد زويل مع القابه العظيمه، هو اسمه صار اكبر من اي لقب. تمام. يجي من امريكا فيبقى عايز يجي لحضن امه ويبجلها ويقبل يديها. ليه؟ لان امه ما القتهوش ورمته في حضانه وخرجت لاثبات الذات، انما رضع منها، لم يرضع لبنا من ثديها فقط، لكن حصل له إشباع نفسي واجتماعي وحنان، أمور كثيرة جدا في التكوين، التكوين الاجتماعي والنفسي وتكوين الشخصية، الأم لا بديل لها. لذلك خرج هؤلاء العظماء فيروحوا لأعلى منطقة في الدنيا وييجوا، لأن هي اللي عملت كده، في مقابل إن لما حصل تغريب للأسرة وخدنا النمط الغربي وبالغنا فيه جدا، وبقت الست تحت عنوان إثبات الذات والمبالغة في هذه الشؤون تخرج وترمي ابنها عند حضانة أو عند خادمة، وأنا يمكن شفت بعضهم في أماكن راقية جدا يدوا الواد شوية منوم كده وينام ولغاية أمه ما تيجي وخلاص. لا إله إلا الله. ما هي أصل هي ده فلوس. أيوة. يعني هي مكسب وفلوس. ومن هنا لما تكبر هي وهو مش فاضي برضه، ما هو نشأ على كده. أيوة. يروح يحطها في دار المسنين. لا إله إلا الله. شوف شيء متبادل، هي حطته في هذا السن. أيوة. ورضيت رضعه لبن صناعي. أيوة. ورضيت ان اللي تربيه خادمه. لا إله إلا الله. انا عايز اقول لكل ام ان ربنا اداها نعمه. أيوة. لم يحظى بها رجل قط. سبحان الله. المراه. أيوة. ربنا اعطاها امتياز لم يحظى به رجل قط، فيش راجل في الدنيا خد الامتياز ده ولا هياخده. أيوة. الأمومة. أيوة. الأمومة اللي بتنال بيها الجنة تحت أقدام الأمهات. أيوة. الأمومة دي مش كلمة. أيوة. ولا الأمومة دي حمل ثم ولادة فقط وتلقي، لا، ده الأمومة دي بتمتد للكلمة. والله أنا من بيئة فلاحية في حضن الجبل، اتعلمنا من الريفيات الفلاحات البسيطة الأصالة، اتعلمنا العتاب في نظرة وإحساس الحنان في كلمة، اتعلمنا الاحترام الشديد جدا لكل الأسرة. لو تسمحي لي أذكر حاجة في دقيقة. تفضل. أنا في مرة وأنا صغير في مسجد قريب من المنزل وبعدين أبويا شافني ما رحت صليت الأذان، أذن وهو راح صلى ورجع ما صليتش مرة واثنين، وبلعب بقى وعيل يعني ما هو محتاج التربية. فجه في البيت أما لها محمد، قلت له نعم، سامحوني بقى يعني أنا بذكر الحدث كما هو بسياقه، اغرفي لمحمد ياكل لوحده. ليه؟ قال لها أنه ما بيصليش وتارك الصلاة ملعون. وببساطة شديدة بالفلاحية الشديدة جدا بالتلقائية الجميلة جدا، وأنا مش عايز اللعنة الجنة، قال كده اغرفي له لوحده ما ياكلش معانا. دي يمكن النهاردة الواد ياكل لوحده ويفتح الكمبيوتر ويقعد، لكن دي عندنا كانت شديدة جدا، ازاي ما اقعدش مع أبويا، ازاي ما اكلش مع أمي، ده شيء جديد. فأمي خدتني وقالت لي كذا كلمة كده بيقولوها يعني من الفلاحين، خليك على عينيك كده لغاية ما نشوف البلوى اللي عملتها. سبحان الله. بعدين قعدت تفهمني وتحنو عليا، ورحت قبلت ايدين والدي واجري جري اول قبل الاذان. أيوه. واقعد في حته من قريب من الصف اللي هو بيصلي سبحان فيه. الله. سبحان الله. شفتي دي الاسره، لانه عارف كمان ان 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 الصلاه ان ان بتهدي الى ايه؟ نعم، يعني ان الصلاه صله بالله، صله بالله وباب لكل الخيرات. بالظبط بالظبط بالظبط. ويعني ان شاء الله بتامرنا بالخير وبتعود على النفع بدنيا وروحيا، ويعني مش مجرد بس الصلاه في طقوسها الظاهريه، لا، يعني فعلا تامر بالخير وتامر بالمعروف. انما انا بعد اذن سيادتك اتفضل حضرتك، احنا نسينا اولادنا كتير.
وأهملناهم كتير. سبحان الله. لذلك إيه المنتج؟ أطفال شوارع. لا إله إلا الله. إيه المنتج؟ حالات إدمان. لا إله إلا الله. بنسبة لم يسبق لها مثيل في مصر. سبحان الله. وحالات الإدمان مش بسبب الفقر يا أستاذ. لا طبعا. ده حالات إدمان في أسر راقية جدا. تمام. بيبقى أبوه أستاذ جامعة وأبوه مهندس، يعني مش في أسر جهلة، أو لا مش بسبب الفقر ولا بسبب الجهل، بسبب الإهمال ده. وبعدين في بلطجية نسبة كبيرة. ما هم أولاد الشوارع. هم البلطجية. هم البلطجية. ده كله ده لما بنهمل الأسرة وننسى نفسنا وننسى أولادنا، والزوج أولا ينسى زوجته والزوجة تنسى زوجها، ونبعد وحصل تغريب للأسرة. ده المنتج. العلاج والدواء ببساطة. تمام. نرتمي في حضن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. شوف كان عايش ازاي ونعيش ازاي. نشوف ستنا فاطمة اتجوزت ازاي، وكان سيدنا النبي يحل المشاكل ازاي. وأقول الحلال. أيوة. يا ستنا أنا عايز كل أب وأم وهو بيربي أولاده الحلال. طبعا. الحلال. وهو حضرتك بتفكرني طبعا برضو بالقصة اللي مع سيدنا عمر بن الخطاب، لما جاله أحد الرجال بيقول له بيشتكي ابنه النعقوق، أنه كان بيعوقه. نعم. فسبحان الله جاب الابن. أيوة. فاشتكى الولد ان او ان ابوه مسميه جعل. فكان رد سيدنا عمر ايه؟ قال له عققت ايه ابنك قبل ان يعوق. قبل ان يعوق. فيعني فعلا يعني انتقاء الاسم وانتقاء الاسره وانتقاء الزوجه. أيوة. كمان اللي هتعينه في بناء. نعم. الاسره برضو يعني في شروط كده وفي مواصفات الحقيقه ديننا قال لنا عليها. نعم. في اختيار الزوجه الصالحه، وفي اختيار الزوج ايضا الصالح، في اختيار المناخ والتربيه اللي بتجمع بين العقل والعاطفه. وزي ما قلنا حتى اولاد الشوارع، اولاد الشوارع هم يمكن يعني أنا يمكن قلت هم دول البلطجية بتوع، لكن هم الحقيقة الحرمان من الأسرة والحرمان من الحنوب. وعلاجهم ممكن. تمام. كوريا عملت منهم أبطال رياضة. أيوة بالظبط. يعني بالزبط علاجهم فعلا. ممكن. هو الحقيقة يمكن البرنامج إن شاء الله يتحدث عن هذا في هذا المجال إن شاء الله فعلا، ونتبنى فكرة انتشال هؤلاء الأطفال وتربيتهم التربية السليمة وتعليمهم الحرف وتعليمهم الحياة إن شاء الله، يبقى مشروع في الصحبة إن شاء الله في الحلقات القادمة. طيب حضرتك يعني حضرتك نوهت على اللي الإنسان يتربى الأول على العقيدة الصحيحة السليمة وهو. نعم. صغير. نعم. ودور الأم في المرحلة برضه هي يمكن عليها حضرتك زي ما قلت ونوهت عليها العامل الأكبر. نعم. يمكن في البداية هي عمود الخيمة في الأسرة. الله أكبر. هي عمود الخيمة. أيوه. دور الأم. أيوه. هي عمود الخيمة. أيوه. أنا بس عايز أذكر إخواننا بحاجات. أيوه. في آخر زيارة من سنة وسنتين لأمريكا، كنت رحت أمريكا من 15 سنة وقعدت فترة هناك. أيوه. بعدين انقطعت ثم ذهبت. تمام. فبدأت يعني أنظر إلى الواقع الجديد اللي سبتهم أطفال بقوا شباب، بقيت عروسة حلوة وعريس حلو، لكن لقيت مشكلة عند المسلمين. الشباب بيروح للبنت الأمريكية الشقراء الجميلة، متأثر بالحضارة المادية والشكل. سبحان الله. وبقى فيه بنات داخل المجتمع الأمريكي عاشوا على الطهر والعفاف، لكن فيهم عنوسة. عايز أقول هنا في مصر الفضليات يتأخر سن زواجهم. أنا بقول واقع. تمام. فأنا عايز ننبه، لأن دي كلها خطوط حمراء وعلامات استفهام تنذر بأن الاختيار الخاطئ وراه مشاكل كتيرة. ولذلك ده بينتج عنه إيه؟ ارتفاع في نسبة الطلاق، ارتفاع في المشاكل، التي ارتفاع في نسبة الخلع، ارتفاع في نسبة كذا، لأن البداية ما كانتش صح. يعني حضرتك بتنوه ان البداية لابد ان احنا فعلا زي ما وصانا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عن حرية، يعني حسن الاختيار. نعم. بين الطرفين. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تنكح المرأة لأربع. يعني دي الدوافع اللي بتجعل الرجل ينظر إلى المرأة ويرغب فيها. تنكح المرأة لجمالها، لحسابها، وتنكح لمالها. المرأة. أيوه. لمالها. أيوه. وتنكح لدينها. أيوه. فاصفر. فالنبي وصى بعنصر النجاح. أيوه. قال: فاصفر بذات الدين بذات الدين تربت يداك تربت يداك. أي ربحت.
وكان لك كل شيء طيب إن شاء الله. هو الإنسان في حياته لما ياخد ربنا معاه في الله عمله أكبر. الله في قوله أكبر. الله في أكبر. زواجه الله أكبر. مع أولاده، هي دي سكة النجاح. الله أكبر الله أكبر. ودي وصية ربنا الأول أسرة نزلت على الأرض. أيوة. خد ربنا معاك في كل حاجة، امشي على هديه ولنا القدوة لنا في رسول الله. نعم. قضت حكمة الباري إله الخلائق رب العالمين لأول أسرة نزلت على سطح الأرض، أنقذ في أمره فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والعياذ بالله والعياذ بالله. طب يعني اللي عايز نقول ان احترام التقاليد برضو اللي تربينا عليها. وبعدين انا شايفه ان برضو في مشكله يمكن في الجيل الجديد، الفراغ، كيف يسد الفراغ؟ نعم. يعني ما انا بنشوف يا اما هذا الفراغ يا اما بيدفعه طبعا لمجالات تلهيه في مسائل غير مرغوب فيها، فتكون برضو شخصيه غير يعني متصالحه مع مجتمعها بالهروب. نعم. للمخدرات زي ما حضرتك قلت او غيره، او استغلال سيء. بالظبط بالظبط. ايوه. الفراغ في اطار اسره، والاسره في الاسلام بخلاف الاسره الغربيه. تمام. الاسره الغربيه سموها في علم الاجتماع اسره نوويه، يعني صغيره قوي. الشاب والشابة يتجوزوا يجيبوا ولد وبنت وكفايه على كده، ويقعدوا لوحديهم. ده ما هو بيقعد لوحديه برضه قبل ما يتزوج. نعم. بينفصل عن المجتمع. ده نمط الاسره الغربيه. الاسره عندنا لا، اسره ممتده. تمام. بيت العيله. تمام. الاسره الكبيره. تمام. يبقى فيها بقى الزوج والزوجه والاولاد والعمه والخاله والجد والجده، وكل ده بيكون يعني علاقة من التماسك، تقوم يحصل إعانة لهذا الولد، يروح مخاله في شغلانة، إذا كان شغلانة خاله ما تنفعش يشتغل مع عمه، يشتغل مع أبوه. يعني حضرتك شايف دلوقتي طيب إن مش المجتمع بتاعنا ما عادش حتة بيت العيلة زي ما كنا زمان. ده كان زمان ممكن الأولاد يتزوجوا في بيت الأب والأم برضو، ومن غير ما ينفصلوا عنهم بيبقى برضو الأسرة موجودة، كل واحد ليه أوضة أو ليه شقة لكن في بيت واحد. أيوة. تمام. يسألوا التماسك ده ليه معنى مهم. تعرفي حتى إلى الآن سبب بقاء كثير من الأسر هو فكرة الإسلام في بيت العيلة الكبير. لما الولد يتزوج واتفصل من شغله، صفوا الشركة اللي كان فيها، إيه اللي بيحصل؟ أبوه يساعده، والبنت تروح لأمها تساعدها بشوية حبوب، شوية مش عارف إيه، والولد ياخد، والأسرة بالمساندة دي بالدعم ده من داخل الأسرة الكبيرة بتستمر. تمام. طيب المشاكل لما تيجي يبقى فيه شيء من الفضفضة والتفريخ، حد يستوعبهم اجتماعيا. آه. يقوم يروح للأسرة الكبيرة، كانوا بيسمعوا بعض، كانوا يسمعوا بعض. ويحنوا على بعض ويداووا على بعض. ده دلوقتي في الخرس الأسري زي ما بيقولوا. الخرس الأسري. انه ممكن يمكن الزوجين قاعدين لكن هم يمكن توجههم للمثلا التلفزيون على طول، هو بيجي يا دوبك هو المتعة الحقيقية او الترفيه بتاعه او تلقي حتى المعلومات. يعني حتى القراءة دلوقتي ما عادتش زي كان قبل كده، كان بيتلقوا كل العلم، يتلقوا كل حاجة، حتى الترفيه هو بيتفتح التلفزيون يبقى خلاص والاثنين قاعدين غرباء. غرباء. يعني فتحت الناس على كنبة واحدة لكن ايه؟ غرباء. بالظبط. غرباء، في غربة من نوع جديد في المجتمع. مش عارف اذا كان مناسب اذكر لك قصة لطيفة. أيوة. لاخواننا المشاهدين حصلت معايا برضو. اتفضل حضرتك. تحت عنوان بيت العيلة. ايوه. والأسرة الممتدة دي. أنا كان ليا جدي مش أبو والدي على طول، لأ عم والدي بس مع الأسرة الممتدة دي كلها. وبلد في الفلاحين وأنا طفل، وبعدين جدي يحفظ القرآن وأنا أمشي وراي يسمع لي، فأنا ماسك كده في حلس الدابة الفرشة اللي هو راكبها، ويا واد قول كذا وكذا ونعم وحاضر، وكان فيه إجلال لكبير السن. ده أي واحد في القرية هو عم فلان وعمتي فلان أو خالتي فلان. الذوق. أيوة. الأخلاق. تمام. وأنا ماشي معاه بالنسبة بقى لتلقي المعلومات، بالنسبة للتربية. طب الأب في الشغل، لكن أنا ماشي مع جدي عم أبويا، ورايح معاه الحقل، رايح الغيط. فإحنا ماشيين وجينا تاني يوم رايحين، فبيقول لوالدتي أم محمد خلي بالك من الحدث ده،
عشان البركة من ربنا. الله أكبر. فبيقول لها كل يوم بقى بتدينا العيش البتاو ده كده. تمام، جميل. وشوفوا الاقتصاد في الأسرة. تمام. المش أبو حلبة، جميل. الشرش اللي ينزل من الجبنة يحطوا عليه حلبة. أيوه. وياخدوه. فبيقول لها مفيش حاجة تسند معاه عرشين ليفت، والليفت ده عند الفلاحين نوعين. يا نوعين. سلام. أنا هقول لك أنا. ندخل دلوقتي على مطبخ الستات اللي ما بيعرفوش يطبخوا. نوع شعبي اللي هي العروش بتاعته. ايوه ايوه. ونوع خمس نجوم. الله، اللي هو بقى الراس نفسها. ويحط عليها شويه بنجر ويتحمر. يا سلام. فبيقول لها حط عرشين ليفت يا ام محمد. ده فاكهه بقى هتبقى دي ولا ايه؟ فهي قالت له ايه؟ لا ده احنا ربنا موسع علينا. الله اكبر. قال لها ازاي؟ قالت له عندنا روس ليفت كمان. قال لها تم، دام ربنا موسع علينا كده حط لنا راسين ليفت. لا اله الا الله. انا ربنا افاء عليا، درست في انجلترا في جامعه ليدز، رحت امريكا مرات كتيره وقعدت ومع عيلتي الكوم وكنا ورحنا، لكن انا عايز اقول لك طعم الليفت ده. ايوه احلى من ده كله. ما الفت يعني القناعه. الله اكبر. الرضا. الله اكبر. الله اكبر. الرضا. الرضا اللي هيديك. ساعتها بقى هو قال لي ايه يا محمد؟ أيوة. نعم. قال لي يا ابني اللي هيديك الصحه في العيشه وملح، شوف يقينهم. ايوه هيدهولك في اللحمه الضاني، واللي هيدهولك في اللحمه هيدهولك في العيش ده. سبحان الله. ارضى يا محمد. واحنا ماشيين بقى هتممها لك. ايوه. واحنا ماشيين على الترعه، ترعه المنصوريه دي. ايوه. وماشي هو يسمع لي القران، حصل حاجه غريبه قوي. شفنا حد من اللي ابتلاهم ربنا بعقل ووعي زاهد. لا اله الا الله. فبيبقى لابس جلابيه كده ما اتغسلتش بقالها سنتين ونايم ومش داري بحاله. قول لي يا محمد. قلت له نعم سيدي. قال لي ايه الفرق بيننا وبين الراجل اللي نايم ده؟ قلت له يعني عيل بيتكلم. انا يعني عيل بيتكلم. قلت له احنا عندنا حته ارض ورايحين. قال لي اسكت. قلت له حاضر اسكت اسكت، مفيش زي الوقت باسم الحريه الواد يمدد رجله ويشرب سيجاره قدام عمه وابوه. لا اسكت اسكت، حاضر سيدي. مشيت لغايه ما رحنا في الظهر بقى، فرد العيش والليفت ده الخمس أيوة نجوم. أيوة. قاعدين ناكل، وقال لي امرأ القله من الطرمبه، رحت مليتها وجيت. وقال لي بحنو بالغ جدا، قال لي يا ابني، ما دام قال لي يا ابني يبقى في يبقى في الفه. أيوة. ومش هتضرب. أيوة. يعني الحكايه فيها حلال. فقال لي يا ابني يا محمد انا سالتك سؤال، ايه الفرق بيننا وبين الراجل اللي شفته ده؟ ايوه. قلت لي ارض وكلام الخايب اللي انت قلته. قلت له نعم سيدي. قال لي الفرق بيننا وبينه فضل الله. الله أكبر. لو ربنا شال فضله من أي إنسان أنت شايفه، عنده ما عنده من الدنيا كلها، يبقى أقل من ده. لا حول ولا قوة إلا يا ابني. هو فضل ربنا. نعم بالله. شوفي شوفي التربية على الإيمان. ربنا يدين فضله علينا. أمين يا رب. وعلى الصحبة وعلى مصر يا رب. يا رب. إن شاء الله. وعلى ده احنا بندعي لكل البشر على الكوكب الأرضي. الله أكبر. لأن المسلم ده طبيب. أيوة. للبشر كلهم. ونعم بالله. لأن سيدنا أغرودة شفاهنا، حبيب قلوبنا، بلسم قلوبنا. ربنا قال وقضت حكمته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالمؤمن اللي يتأسى بسيدنا النبي يبقى رحمة. تمام. لكل البشر، لكل العوالم، لكل الناس. إن شاء الله يعني. رب دعوات حضرتك إن شاء الله وتمنياتك، ونشوف برضو يعني إن شاء الله بعد المداخلات كده. تفضلوا التقرير، هنشوف تقرير الحقيقة برضو في هذا الموضوع. تفضل. خير. هي الفكرة ان لازم بس يعني الاهالي يبقوا بيحاولوا ان هم يبقوا قريبين على قد ما يقدروا مع يعني اولادهم او كده. لازم يبقى في حوار يعني. ده اللي انا قلت عليه. زمان كنا كلنا بنقعد في اوضه واحده نتفرج على التلفزيون ويا بعض. اللي بيجي له تليفون بيجي له تليفون، كل مين حضرتك وابوك مين وانت فين ومدرستك. دلوقتي ما تعرفش حاجه عن حد. وبعدين كل واحد عايش مع تلفزيونه ومع لابتوبه ومع تليفونه. لازم بتخش على النت وبتشوفي الطرق الحديثه في التربيه ايه، الكتب اللي نازله عن الاطفال طبعا مهمه، وانك تعرفي طبعا عشان تقدري تعملي يعني كوبريتد للحياه معاهم يعني. لما بقع في اي مشكله بلجا لاهلي. زمان حاسس ان يعني العلاقه بين الطفل والاب كانت احسن من دلوقتي. والدتي اي حاجه بحكي لها، هي صديقتي وبنتي وكل حاجه يعني. والدتي انا
مش استغنى عنها. دلوقتي يعني التربيه اي كلام، الواد ما بيسمعش كلام ابوه. هو اوريدي احنا جيل الفضائيات واحنا جيل الكمبيوترز، بس المستقبل يا ترى هم جيل ايه؟ دي ما نقدرش نحددها دلوقتي. العلاقه لازم تكون كويسه وفي ثقه وفي تبادل اراء ودايما الحوار مفتوح بين الاب والاولاد. التطور الجديد اللي بيحصل دلوقتي غير حاجات كتير قوي في التربيه، الحوار المتبادل. مش عيب ان الاب ممكن يلاقي نفسه برده غلط في حاجه ويجي يقول لابنه انا غلطت في 1 2 3، بس لسه يعني موجود برده بالفطره فينا احترام الاب والام، حبنا ليهم حبهم لينا. تعليم دلوقتي كمان في المدارس ما بقاش زي الاول، مفيش تواصل اجتماعي خالص بيننا وبينهم. لا احنا طبعا غيرهم خالص. ما في طبعا بيني وبين والدتي حوارات ومواضيع وبنتكلم ونتفاهم، هم ما فيش اقصها 5 6 دقايق وخلاص. حاولت ان انا اتواصل معهم اقول لهم تعالوا اقعدوا معانا شويه، طب نتكلم، طب يقعدوا مثلا 5 دقايق ومثلا طب نشوف التليفون ده ويغطسوا خلاص. ما لقاهمش تاني. سبحان الله. يعني الحقيقه اللي احنا قلناه يمكن تطبيق عمل يا هم من اولياء الامور، وحته ان ما حدش بيسمع لحد. سبحان الله. كمان انا ملاحظه حاجه حضرتك، ان الجيل ده بيعتز جدا باصدقائه، يمكن يسمع كلام صديقه او يروح مع صديقه، بيجد فيهم البديل اللي فقدوه اللي فقدوه. ولو تسمحي لي في دقيقه فضل. الى ملاحظه مهمه من خلال هذا التقرير القيم جدا، ان في فجوه بين الأجيال. سبحان الله. وده بيخلي فيه عبء كبير جدا على الآباء. أيوة. بمعنى احنا مش عايزين نرجع أولادنا عشان يعيشوا زماننا. أيوة. مش عايزينهم لازم ياكلوا لفت ولا حاجة. لا هم مش عايزينهم كده، لا احنا عايزينهم يعيشوا زمانهم. تمام. وزمن المستقبل. أيوة. ده بيقتضي ان احنا نحاول نقرب منهم. ازاي نقرب منهم؟ تمام. يعني نتعلم كمبيوتر، نحاول نشوف المواقع اللي بيحبوها ويدخلوا عليها نشاركهم. المشاركة دي هي اللي هتقربنا منهم. إنما الفجوة الكبيرة اللي موجودة دلوقتي، إن يمكن أنا وحضرتك في جيلنا نبقى آخر ناس نعتمد على الكتاب الورقي، النسخة الورقية. ويبقى في ايديك عفوا في ايديك ورق وقلم. مش هيمسك قلم ولا هيمسك ورقة، هو الكتروني دلوقتي في كل تحدثاته. احنا لازم نراعي هذا التحول، ده عبء علينا. والفجوة الكبيرة دي يمكن اقول لك انا على مستوى الجامعة، انا كل سنة اخد 3 4 دورات واقعد بين الطلبة واتعلم عشان اقدر اساير الطلبة واقدر اتحدث معهم بلغة مفهومة، ولأن العزلة موت. سبحان الله. فلابد عشان يبقى فيه تفعيل لدور الآباء، فيه دور علينا إن احنا نتعلم أسلوب زمانهم ولغة زمانهم. يا مولانا ده عملية صعبة جدا. ده أنا عندي حفيدة ربنا يبارك فيها، ست عالية دي، بصباحها كده على طول وممكن تكلم حضرتك الممارسة مش هتبقى في مهارتها بس تبقى قريبة منها. قريبة منها. أنت بس تنقطعي عن الورق ده والقلم ده والمرة الجاية يجيبوا لك الجهاز وكده وتحاولي تشتغلي عليه، هتبص لأكل الممارسة بتعلم. الممارسة بتعلم، لكن احنا لازم نقرب من اولادنا. يعني دي نصيحة تربوية، ان على الاباء جهد كبير جدا. يعني العبء دلوقتي على الاباء مش على الابناء. هو مشترك، العلاقة جدلية ما بين الاثنين. بس حتى هم لو ما قربوش، احنا بحنان الابوة والامومة لازم احنا ناخد المبادرة ونقرب، وهم محتاجيننا. هو طبعا الأسرة فيها مشاكل عديدة جدا. نعم. يعني زي ما حضرتك ذكرت بعضها، حتة الاختيار اللي بين الزوجين، حتة نسبة الطلاق اللي بقت يعني الحقيقة يعني عالية جدا، في أوهام كاذبة، في أكاذيب يا أستاذة، في أكاذيب شائعة لتدمير. أنت عارفة كل مجتمع ليه ثقافته. يعني أنا عايز أقول في الغرب لما أي حد بيروح ياخد دكتوراه في أوروبا أو أمريكا بيدرسوا له الثقافة. أيوة. الثقافة الأمريكية. أيوة. والثقافة دي تجد فيها حاجات عجيبة جدا. إحنا لينا ثقافتنا اللي بنعتز بيها، عايزين نعتز بهويتنا إن شاء الله، بثقافتنا، ندعو الله جل جلاله، بتراثنا، عايزين ندعم ده ونعتز بيه. وده إن كلنا نلتقي حول هذا التدعيم والتعظيم لهويتنا ولثقافتنا، لأن احنا لما نتغرب
هيبقى ثمنه كبير قوي. هيبقى ثمنه كبير ان شاء الله، ولن نجد وطنا اخر ولا ثقافه اخرى، سنكون دخلاء على اي ثقافه. لا ان شاء الله ربنا شاء الله. يؤلف بين قلوبنا جميعا يا رب. وبشكر حضرتك شكرا جزيلا شكرا. وان شاء الله يبقى لنا لقاءات متعدده شكرا. في الصحبه شكرا. وبنشكر ايضا الاستاذه الصحفيه سهام زهني الحقيقه على ما كتبته في صباح الخير عن الصحبه، فجزاك الله خيرا وجزا الله خيرا الصحبه كلها ان شاء الله، ونلتقي ان شاء الله على خير، وفي انتظار برضو آرائكم واقتراحاتكم، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا في الجنه كده في صحبه سيدنا رسول الله عليه السلام، ويجعلنا كده ان شاء الله في حياتنا بنعيش على الموده والرحمه والالفه والسكن في ربع دقيقه للبركه. ناخد كلمه من سيدنا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم لاهله وأنا خيركم لأهلي، وصلى الله على سيدنا محمد. جزاك الله خيرا وصدق رسول الله. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم على خير، وعلى اقتراحاتكم واستمرار لهذا الحياة لهذه المشاكل اللي إن شاء الله تحل كده بفضل إن شاء الله استنارة وعقول علمائنا والصحبة الطيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.